1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 في زور بتاع تداخل اجتماعي وسلام حقيقي عسل بالنسبه للمواطنين داخل وخارج. الفرقة سائلة إنه لازم يدرب الأجيال ويعرف الثقافات والعادات الصغيرة الممكن يحدد ثقافات جنوب السودان. كان أثر بتاعه واضح على أرض الواقع إنه أدى إنه في زور بتاع تداخل اجتماعي. الهدف بتاعنا الأول والأخير هي هدف إنساني، هنا ما نقف لكن نزيل